اهلا بيكم في جنة البحر المتوسط محافظة مرسى مطروح. دلوقتي يا مرسى مطروح طبعا زحمة، يعني الاماكن الزحمة قوي، في نفس الوقت المواصلات فيها صعبة قوي. عايز اروح عجيبة، مش عارف اروح ازاي، فاديني بحاول اوقف حاجة على الطريق كده واشوف هعمل ايه، اشوف ميكروباص او اي حاجة ممكن توديني لحد عجيبة واقضي يوم مختلف واوريكم عجيبة دي عاملة ازاي بكل حاجة فيها. احنا دلوقتي وصلنا عجيبة، هو الشكل اللي راح زي ده بالظبط، هو ده شكل عجيبة. دلوقتي احنا لابسين سلم زي ما انتم شايفين، تحت خالص لحد ما نزل كلها نازلة، في الاخر ننزل نوصل لهنا. هي عجيبة فعلا، المكان كله هواء غير طبيعي، منظر الجبل شكله من هنا تحفة جدا. فكرة ان البحر وانت واقف فوق تشوف البحر وتشوف الجبل صراحة احلى حاجة في الدنيا ممكن تشوفها، بس لسه اكيد من تحت هيبقى اجمل بكتير. عجيبة فعلا هي اسم على مسمى، ومهما احكي لك عنها وعن جوها مش هتتخيل جمالها وطبيعتها الساحرة. فعلا في حاجة مهمة قوي 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 لازم تعرفها لو انت مرحتش مطروح خالص قبل كده، هي ان البحر المتوسط كله احلى حاجة فيه هو ان الرمل صافي، لدرجة ان انت وانت بتمشي في الرمل تحس ان رجلك بتغرس في الرمل من كتر ما هو طري جدا وصافي جدا جدا. ورايا المكان اللي احنا طلعنا منه، وعلى يميني هنا البحر، وفي هنا جبل عايزين نطلعه. احنا من شويه كنا تحت، دلوقتي طلعنا وبقينا على قمه الجبل وشايفين تحتينا البحر، بحر ازرق لدرجه مش عارف اقدر اوصفها لكم. والحقيقه انه فعلا المكان ده يستاهل الناس تفضل قاعده فيه طول اليوم، ما تفضلش او تنزل قاعده فيه طول السنه، ما يكونش في الصيف بس. شاطئ عجيبه من اجمل واحلى الاماكن اللي ممكن تشوفوها في مطروح، وبصراحه في البحر المتوسط كله بشكل عام، لانه المياه زرقاء جدا وصافيه جدا، والمنظر من فوق. بص انا واقف هنا تقريبا البحر بعيد عني بخمسة عشرة متر. كمان سبب تسميه المكان بشطه عجيبه عشان لما انتوا هتبقوا واقفين قدام البحر كده هتلاقوا وراكم صخور وجبال واخده شكل غريب جدا، وحقيقي شكل جبال وصخور شكلها عجيب جدا. هو المكان مش مجرد بحر بس او الناس بتنزل فيه زي ما انا شايف ورايا كده، على قد ما المكان فعلا كل الصخور وكل الجبال اللي فيه تحس ان شكلها غريب وحقيقي عجيب. فهو حاجتين، هو زي مزار سياحي الناس بتيجي فيه تشوف كل الاماكن الجميله فيه والجبال اللي انت شايفينها حواليا دي على البحر على طول، وفي نفس الوقت الناس بتنزل البحر. فهو في كذا حاجه، بالرغم ان الصخور اللي ورايا دي هي احلى حاجه في المكان تقريبا، يعني للاسف من الحاجات اللي مش حلوه قوي ان الصخور مكتوب عليها كل حد بيجي المكان يكتب حاجه او ينقش حاجه، فالحاجات دي مش لازم ان احنا نكتب عليها، مش لازم ان احنا نسوق شكلها على قد ما نحافظ على شكلها. فللاسف هتلاقوا الصخور كلها مكتوب عليها باسماء والوان، فدي مش احلى حاجه. يعني المكان حلو قوي لوحده من غير ما نبوظ اي حاجه. Thank you.
احلى واجمل وقت ممكن تيجوا فيه في المكان ده دلوقتي الساعه 4-5، الشمس بتبقى بتغرب خلاص، والمكان حقيقي بيكون جميل جدا، والهواء كمان بيبقى مختلف قوي، غير ان شكل البحر مع السماء والصخور دي عامله حواليا شكل مرعب جدا. لو هتيجي المكان احسن حاجه ما تجيش وانت لابس حاجه تقيله، علشان الصخور دي بتتحرك فيها، تحس ان الموضوع فيها صعب جدا، انت ممكن تقع فيها وهي بصراحه متعبه قوي في حركتها، فاحسن تكونوا لابسين حاجه رياضيه او حاجه لو انتم من الناس اللي بتحب تتحرك وتروح في الصخور، او عايزين تطلعوا على صخور طويله، او عايزين تطلعوا على حاجات طويله. دي من اهم الحاجات اللي لازم تكونوا جايبينها معاكم. في مطروح الرمله ناعمه جدا لدرجه ان انت وانت ماشي في الرمله مبدئيا ما بتعرفش تمشي خالص، ودي حاجه مختلفه قوي قوي في مطروح عن اي مكان تاني، ولكن بجد الرمله في مطروح وكل حاجه في مطروح غير اي حاجه في الدنيا. تاني حاجه هي ان المكان كله مليان كميه صخر غير طبيعيه، فكل الصخر في المكان ده عامل منظر مش طبيعي. تبقى واقف بره بص على المياه وبص على الصخر، الصخر مبدئيا محفور بطريقه غريبه، وده طبعا تاثير للرمل وتاثير للمياه وتاثير للجو، فتحس ان الصخر حجر، ولكن الحجر ده تحس ان هو متشكل ومتحفر باشكال وصور مختلفه من كتر ما الرمل جت عليه، من كتر ما الشمس طبعا والمياه عشان مالحه، فبتغير شكل الصخور جدا، فبتعمل شكل الصخور مختلف جدا جدا. اكتر من 10 جنيه بس، وهي تذكره صغيره جدا، ولو حد سالكم وطلب منكم ان انتوا تدفعوا فلوس اكتر، هي 10 جنيه بس لتذكره الدخول لحمام كليوباترا. انت هنا في حمام كليوباترا هتلاقي فيه كثبان رمليه زي اللي حواليا دي كده، هتلاقيها موجوده في كل حته في المكان، فانت هيبقى حواليك كثبان رمليه كتير، حواليك السماء بصفائها وشكلها المرعب اللي انتوا شايفينه حواليا ده، وبلس لكل ده هتلاقوا البحر كمان اللي هناك خالص ورايا ده، ده الجزء اللي الناس بتروح فيه حمام كليوباترا. مسافة المكان بعيدة جدا جدا، فمكان واسع وكبير قوي، فانتوا عشان تمشوا فيه تبدأ من الأول خالص لحد من أول المدخل لحد كل الشط ده، وكمان المكان مكمل للآخر أكتر، لأنه المكان تحس إن هو لا محدود، له اتجاهات كتير قوي وله أماكن كتير قوي الناس بتروح فيها، إنه حقيقي كان تحفة كتصوير كل حاجة كهدوء أعصاب لو أنت عايز تيجي تقعد في المكان، فتعالوا حمام كليوباترا قوي. المكان اللي انا عليه دلوقتي ده هو اعلى مكان تقريبا موجود في المنطقه اللي بتتسمى بحمام كليوباترا، والمنطقه دي اتسمت حمام كليوباترا عشان هي اكتر المكان اللي كانت عاملاه كليوباترا، علشان بتيجي عامله زي حمام بتبقى موجوده في المكان. حمام كليوباترا بالظبط هو معمول وسط البحر، واتعمل في مطروح لان مطروح هو احسن مكان، بالظبط الجزء اللي ورايا ده هو ده حمام كليوباترا بالتفصيل، واتعمل في مطروح لان طبعا مطروح هي احلى مكان موجود حوالين البحر المتوسط. لو طلعتوا اعلى مكان فيه تلاقوا تحتيكم البحر على طول، وحواليكم كل حاجه فراغ، غير بس مفيش غير السماء والبحر وانتوا. احلى وقت ممكن تيجوا فيه المكان هو وقت الغروب الساعه 5 او الساعه 4، لان الوقت ده بيكون هادي جدا جدا. عايزين تيجوا بدري جدا فده برده يكون احسن، اول اليوم الساعه 6 او 7 الصبح. تذكره المكان بتبقى 10 جنيه، فالمكان هادي جدا، وكل الناس اللي بتيجي تتصور وتتبسط، فدي احلى حاجه في المكان، وفي شط اهو كمان الناس برده بتنزل فيه. تعالوا حمام كليوباترا واتبسطوا جدا جدا في المكان.
واجمل واهم المكانين الموجودين في المنطقه. بساط عجيبه، بساط كمان في البطرة، احلى مزارات الاماكن دي بجد لازم تيجوا تشوفوها وتروحوا، لان هي اماكن حلوه جدا وهتعجبكم جدا جدا. متخلوش حد يستغلكم ولا في اسعار تذاكر ولا في اي حاجه. وما تنسوش لكل الناس اللي شافت الفيديو ده سيبوا لي كومنت عرفوني رايكم في الفيديو ده، وسيبوا لي كومنت عرفوا لي ايه الاماكن اللي حابين ان انا ازورها الفتره الجايه، والاماكن اللي عايزين نعمل فيها اي مغامره جديده او اي حاجه جديده في مصر او بره. مستني كل الكومنتس بتاعتكم، واي اسئله عندكم تخص السفر او تخص اي مكان عايزين تروحوه كاسعار دخول المكان او ان المكان ده موجود او لا، ابعتوا لي في الكومنتس، ومستني رايكم جدا جدا. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوز الجايه، وتعالوا نوصل الفيديو ده ل 1000 او 5000 لايك، ويلا بينا نعمل حاجه مختلفه جدا. عاش and always travel more.